مفيش حاجة اسمها أنا هشتري منتج يخسسني، مفيش حاجة اسمها أنا هتبع نظام غذائي موجود على النت وأنت مش عارف هو مين اللي بيتكلم أو مين اللي عامله وتتبعه. أنا هقطع الأكل خالص وهمنع كذا وهمنع كذا. طب ولما ترجع لحياتك الطبيعية إيه اللي هيحصل؟ هتزداد أكثر في الوزن. أنت تتعامل مع خلية حية في منتهى الذكاء بمعنى الكلمة. لابد أن نحتاط في التعامل معها، لابد أن نحترمها بمعنى الكلمة في التعامل معها. ليس هناك قسوة على الخلية الحية، ليس هناك حرمان على الخلية الحية ولا الجسم البشري. وطبيا هناك ما نسميه The Daily Requirements of the Cells، المتطلبات اليومية الطبية للخلية الحية. الخلية الحية دي يوميا عايزة متطلبات طبية معينة من الفيتامينز، من المينرالز، من الأملاح، من البروتينز، من الفيتامينات إلى آخره من المتطلبات اليومية للخلية الحية. ما ينفعش إن أنا أمنع المتطلبات دي وأقول لها اشتغلي. ما ينفعش إن أنا أمنع الكلام ده وأقول للكبد اشتغل، أقول للكلى اشتغل، أقول للدورة الدموية يلا. ما ينفعش. فلابد أن نعي تمام الوعي أن هناك تعامل طبي مع الخلية الحية، ونعلم تمام الوعي أن ربك سبحانه وتعالى رزقك بما يسمى بالطب. هذا اليتيم الذي لا أب له ولا أم، بمعنى الكلمة مفيش حد بيدافع عنه خالص أصبح ملطشة بمعنى الكلمة لكل من هب ودب. هناك رحمة من الله عز وجل اسمها الطب. وحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث ابن ثوبان أو حديث ابن ثوبان، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء فتداوى عباد الله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، عذرا، حديث عبد الله بن مسعود، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء إلا لسام. فقالوا وما السام يا علمه من علمه وجهله من جهله إلا لسام. قالوا وما السام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السام هو الموت، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس هناك داء مرض نزل إلا معه الدواء بفضل الله سبحانه وتعالى. علمه من علمه وجهله من جهله. علمه من علمه هم أهل الطب، هم أهل الطب، الطبيب المتخصص. فلابد أن أنا هنوي أخس يبقى لازم طبيب متخصص، عايز أعالج يبقى لازم طبيب متخصص. ما ينفعش فريق طبي بيتابعك، مفيش حاجة اسمها كده. زي ما قلنا ده نصب واحتيال على حضرتك. مفيش حاجة اسمها برنامج قاعد حضرتك تتفرج عليه وجايبين حالات وبيسقفوا وانا خسيت كذا وعملت كذا وصور قبل وبعد. صور قبل وبعد دي يعني دلوقتي بالفوتوشوب والحاجات الحديثة دي يعني منتشرة جدا جدا جدا، ويعني لا تخطر على بال. فما تصدقش الكلام ده، ما تتبعش الكلام ده. مفيش حاجة اسمها فريق طبي بيتابعك، ده برنامج مدفوع الثمن، دافعين فلوس عشان يقولوا الكلام ده، وأرقام للتواصل عشان يجيبوا الفلوس اللي دفعوها، ومنتجات بتباع ليس لها أي مصدر طبي من قريب أو من بعيد، ليس لها أي رقابة طبية من قريب أو من بعيد. وتبقى المسؤولية على عاتق حضرتك إن أنت سمعت الكلام ده وصدقت الكلام ده، وحذرنا منه كتير جدا جدا جدا. مجال التخسيس في الطب واسع وآلياته كثيرة جدا وكلها طبية زي ما بنقول. لا نغلب بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته الحمد لله رب العالمين، ونقدر ان احنا فعلا بنوصل للحاله، للنقطه اللي احنا عايزينها او للمستوى اللي احنا عايزينه. كثير من الامراض زي ما بقول لحضرتك، قد تتخيل حضرتك ان انا لا انا كده عندي يعني عندنا الركبتين والام الظهر، لازم اروح لدكتور عظام، ونبتدي زي ما بقول لك نكتب مسكنات ونكتب ادويه كتيره جدا، وتبتدي الدنيا تبقى كويسه، وبعدين سنه تانية اروح وسنه ثالثه اروح الى ان اصل الى الدخول في العمليات الجراحية سواء الغضروف أو سواء تغيير مفصل الركبتين.